قال الرئيس السابق علي ناصر محمد إن الوحدة تمر اليوم بمأزق صعب وأن اليمن كلها بوضع معقد جدا، مؤكدا أن الوحدة كهدف عظيم ونبيل حققها الشعب اليمني وقواه الوطنية عبر نضاله وتضحياته طوال زمن وليست هي المسؤولة عن الأخطاء التي حدثت. وأضاف في مقابلة مع الموقع بوست أن طرفي الوحدة قفزا نحو المجهول دون وضعهما أساسا لصيانة الوحدة والحفاظ عليها، وعندما عجز عن تلبية استحقاقات الوطن والمواطن عبر مشروع وطني للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي هرب من الوحدة إلى الحرب والانفصال. وفيما يخص أولويات مجلس القيادة الرئاسي أكد أن الأولوية تكمن في تعزيز الهدنة واستمرارها والشروع في حوار مع القوى المؤثرة في المشهد كافة لإيقاف الحرب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار وحل قضايا ومشاكل المواطنين من غذاء وماء وكهرباء وخدمات، إضافة للأمن بمعناه الحقيقي.